الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم أخواني أخواتي في أنحاء العالم؟ إن شاء الله إبداعات جديدة بإذن الله تعالى. خبر مهم خاصة للنساء الذي عمرهن أكثر من 70 سنة، عندهم كذب بالوجه أو شقوق على الوجه أو شياب على الوجه يبين من الجلد. بإذن الله تعالى خلال 51 يوم ما يبقى هذا المشكلة إن شاء الله تعالى إبداعات جديدة، ما يبقى أي كلف أي خلل بالوجه، إن شاء الله تصير شابة، إن شاء الله تصير بنية، بإذن الله شايبة يصير بنية إن شاء الله تعالى. كيف حالكم إخواني إخواتي؟ زين إن شاء الله تعالى. هسه إبداعات جديدة أنا جربته قبل 25 سنة. إحنا أكثر نعالج مرضى، عندنا تجربات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من نفع الناس. هسه للنساء الذي يريدون وجه يصير أحلى لزوجاتهم، تشوفون بإذن الله تعالى هذا الإبداعات الذي جربناه آلاف المرضى الحمد لله بدون تصرف فلوس، الحمد لله رب العالمين. أولا عسل، لازم عسل أصلي، هو رب العالمين يقول فيه شفاء للناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفاء العسل والقرآن. وثانيا حبة السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. وزيت الزيتون مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة المباركة. والجبن، أي جبن مشكلة، بس لازم جبن هكذا، والليمون شو تسوي؟ ملعقة كبيرة عسل، ملعقة كبيرة عسل، إذا تجي لي جاية بتفزك بيبش ملعقة عسل، ملعقة كبيرة عسل، وثانيا جبنة، أي جبن، هذا أحسن علاج للوجه. هذا الجبن فائدتها الوجه يصير، إذا تجيب لي جاي أقابي بيشة هاني زيك أوكي أوكي أم بقيناك قد تمشينا كمورة بيشة. هذا الجبن وجه يصير أحلى بإذن الله، للرجل هم للمرأة ماكو مشكلة، بس خاصة لأمهاتنا النسوان البنات اللي عندها مشكلة بالوجه، شايبة يصير شابة إن شاء الله، يصير بنية بإذن الله، بشرط لمدة 51 يوم يسوي تدليك. هسه نعلمكم هذا، تخليه ويا العسل، هذا فائدته العسل طبعا بيه فائدة كثيرة إن شاء الله تعالى، وهذا تخليه هنا. وثانيا ماء الليمون حم ملعقة كبيرة، ماء الليمون هم ملعقة كبيرة حسب استعمال، لما خلاص مرة ثانية تكرر هذا العملية. وثانيا ملعقة شاي زيت حبة السوداء، ملعقة شاي زيت حبة السوداء، ما شاء الله ما يطلع، هنا إيدي صار شوية. هذا زيت حبة السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في حبة السوداء شفاء من كل داء إلا سم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوف ملعقة كوب، يعني ملعقة عفوا وسط، يعني ملعقة مال زلاطة، وزايد ملعقة هم مال شكر. ممكن هذا زيت الزيتون، ملعقة زيت الزيتون، تخلطها إن شاء الله جيد. شوف خلطة هيك يا أخواني، شوف أجيب ربيش قلباك تاتي جيدي جاو ربيش. أوكي هذا كيف ربيش ربيش ربيش، تعالي جاي تعالي جاي. شوف هذا تخلطها جيد، حاسه يصير مثل مرهم. شوف أخواني أخواتي، أحسن علاج للتشققات، الكلف الوجه، خاصة اللي عمرك 50 60 سنة، امرأة كبيرة إذا يستعملها لمدة 51 يوم ينطيكم واحد بإذن الله، شايبة يصير شابة إن شاء الله، يصير بنية وجهها بإذن الله، ينطيكم واحد بإذن الله. هذا فضل من الله والإبداعات عسل
وزائد ماء الليمون وزائد زيت حبة سوداء وزائد زيت الزيتون، تخلطها جيد. حتى يصير مثل مرهب. شوف شلون يصير، ما شاء الله. شوف تخلطها جيد بصورة صحيحة، وتخلي على وجه الدائر مدائر، يعني مثل، شوف شلون يصير. راد له شوية وقت بس احنا نستعجل شوية. هذا علاج للمشاكل الوجه، للجلد السرطاني، احسن علاج. يعني جربنا مع المرضى خلال اكثر من 25 سنة، هذا اول مرة تسمعون هذا، تسمعون هذا الابداعات باذن الله تعالى. شوف شلون صار مثل مرهم. يراد له اكثر، ولكن ما نريد ناخذ وقت. الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كل داء دواء. هذا احسن علاج لمشكلة الوجه، الكلاف، امرأة عمرها السنة كبيرة عنده قلب الجلد، حكة له، داء الصدفية، له سرطان الجلدي. خلال 51 يومية 5 دقائق تدليك على وجهه، أعطيكم وعد بإذن الله ما يبقى هذا المشكلة، بس بشرط تدليك هيك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من نفع الناس. نريد ننفعكم بإذن الله تعالى. شوف هسه حضرنا، شو نسوي؟ نخلي على وجهنا داير مدائر مع ساعة، يعني شلون ميل الساعة بيد اليمنى، يسار لا يجوز، لأن أي عندك مشكلة الشايب يصير شاب بني إن شاء الله، وعد الجلد. أعطيكم وعد بس خلال 51 يوم هيجي، تخلين على وجهكم هيجي داير مدائر، دائما مدار. اذا اللي تيجي اللي جاي انا تابع جاي مش انا، دائر مدار، دائر مدار. بسم الله، بسم الله. هيك اي مكان بيها التربية، هذا المنطقة اذا عمره 50 سنة 60 سنة، هيك تدليك. شوف لمدة 5 دقائق، لمدة 5 دقائق بإذن الله تعالى فيكم بعد ما يبقى هذا المشكلة نهائيا إن شاء الله تعالى. بس لازم داير مداير، لازم داير مداير بأي مكان. هيك تدليك الكلف للجلد للصدفية للسرطان الجلدي بخمس دقائق، يعني شيء داير مداير. لا يجوز باليسرى، اليمين مثل ميل الساعة لمدة 51 يوم يومية، وبعدين تغسل وجهكم بالصابون زيت الزيتون او صابون العسل او صابون اي صابون، مهم صابون هيك لمده 51 يوم ويبقى هذا المشكله ان شاء الله عاد باذن الله تعالى. اخواني هذا هو علاج للكلاف ولمشكله الجلد، الشايب يصير شاب ان شاء الله بعد بس لمده 51. اسمعوا كلامي، هذه ابداعات جديده باذن الله تعالى 22. وهذا إليكم يا إخواني يا أخواتي. نتكلم باللغة الكردية، همين وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. خوش يستان سلام ورحمة إخواتي اللي بأودا هنا نشكين ويا لم يجب أسمعك إلا بيش بيان صار بيش استبلام إيوانا تاندي، وإن شاء الله تعالى أودا هنا نشكين ويا لسنا خوش عزور تاخيم كدول. الحمد لله في الأجندة بيتا قنج إن شاء الله بيستكي بإذن بروردك عبتشيكا ملاكي كي قوري هنجوين تعز العربيش بس بملاكي كي جورا هنجوين لقل بانيريك هاتش بانيريك بي مشكلة معني بانيري تشير بي حبسي بي حد شيرك بي حرقوا بي ودي عابو يتسوق ناكين حد بانيريك بي دابي تيكلاو يكي جوان لقل مراكي كي زيتي زيتون لقل ملاكي كي يروني غشكي جوان تيكلا كي لدم تشاو دادي أمحا لدم تشاودي تازا باس ماك 5 دقائق بميلي ساعات ساعات سون اي سوريني اوها سكا بيغمبري اكرم دفع النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فانه من شجره مبارك زي زيتون بخون خو تاني بيت صور كان لدارك يزور مباركه ورون رشكش بيغم صلى الله عليه وسلم ان في حبة السوداء شفاء من كل داء الا السام قال يا رسول الله وما السام قال الموت
وحين قوينش بيارو صاص وقادة فرمي وحاربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا لجيش قال فرمي خواي طبعا بسنا في شفاء للناس مراكي كي قورا كوشكي قورا حين قوين كوشكي كي ظلاتي زي زيتون لقرون رشكي لقى فريل يردكينا يتعزا كل ما لقر آي لمو كوشكي كي قورا حمر رجع بيانج دا قادم ساعد بيداش يلي نخوشي سرطاني زل إذا أصدر فيها إي بيست إي بيربون إي كلفي رش وعتم بيت دم خاصنا وبنيرة مساعد خردك فيك زوان دك قشط دك لو في عبر زكاة خوش عيستان حتى سنة تشبيه غنبال دا هنا نشكا بأخوة يورتان دس بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد وهذا الدعاء جديدة ادعوني إن شاء الله في سبيل الله نخدمكم وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.